السلام عليكم طلاب الصف الرابع، طلاب الأعزاء. اليوم نأخذ المفرد والجمع، درسنا 37. طلاب الدرس السابق كتبنا 35 في درسين، لأن درسين كان مكمل لبعض، فجزأنا درسين إلى درس واحد حتى نعرف أنه مرتبط بموضوع وطني. أيضا هنا في التمارين نضطر أن نشرح المفرد والجمع، ما هو المفرد وما هو الجمع. المفرد والجمع، وما هو المفرد وما هو الجمع. طلاب المفرد والجمع، مفرد قال طالب يخش لي اتشتا، جمع قال اتشتا. نكاز بجم طالبك شو؟ اذهب يا علي الى الصف الرابع. علي هنا علي مفرد، أما إذا قل اذهب علي وعمر وأحمد ومحمد فهنا صار مجموعة، صار مجموعة. إذا عندما تكون الشيء أو يكون الشيء أكثر من شيء واحد، يعني إيش تشتي بالتربية؟ سيبن إيش دواجي بالتربية؟ ما نقول قلنا الاثنان مثنى كما أخذنا في الدروس السابقة. أما إذا كان أكثر من شيء واحد، مثلا المفرد نقول سهل، سهل يعني ايك تشتا. الجمع نقول سهول، هذا ايضا في نشيد وطن. عندما نقول وطن، وطن يعني بحتاج شم ايك ولا وطن، وطن وطن شيء واحد يعني ايك ولا وطن، ايك ولا اتي بالجمع، جمع شم أوطان، أوطان. وادي، وادي إيك تشتا وادي وث يان، وث يان. غابة، غابة إيكا غابات. طلاب نسينا الجمع هنا، جمع ثلاث أنواع جمع، جمع مذكر سالم، مؤنث سالم، تكسير. مذكر سالم تشيا، مؤنث سالم تشيا، تكسير تشيا. هسا السهل سهول جمع وطن أوطان، هنا تكسير. شو معنى تكسير طلاب؟ تكسير هو تغيير أكثر من حرف في الكلمة، يعني شئك حرف بترد الكلمة ده تغيير بد. أما جمع المؤنث السالم بس بألف وتاء زيدك، ألف زائد تاء، هذا جمع مؤنث سالم، جمع مؤنث سالم، جمع مؤنث سالم. مذكر سالم واو نون زائد ياء، واو نون زائد ياء نون، هذا تأتي مذكر سالم. إيك طلبة بيجي ست مذكر تشي ومؤنث تشي، مذكر بوكركيا مؤنث بوكركيا. تكسير هو تغيير في جذر الكلمة، تغيير أكثر من حرف في كلمة، تغيير أكثر من حرف في الكلمة. كما أخذنا مثلا قلنا نهر، نهر شو تصير؟ أنهار، أنهار. هذا راهينا بالكتابة ده لابر صدو بنجو شار، راهينا أنا شاري مبودة بجك شرح مفرد ومذكر وجمع شاكو درس البورجي مع أفضل سبر بي درس عبيد إن شاء الله عندي حرفة كي وارقلين.